في علاقة كبيرة جدا بين كل من قلة النوم وزيادة الوزن وتناول كميات أكبر من الأكل بتاعنا. يعني لو جينا مثلا نلاقي العديد من الهرمونات التنظيمية اللي بيتم إفرازها ليلا وأثناء فترات النوم لا تفرز كنتيجة لعدم النوم أو القلق أثناء النوم أو النوم الغير مريح برضو. يعني ممكن أكون نايم بس النوم أنا ما بستفدش منه كنتيجة إن أنا نومي خفيف جدا ومش نوم عميق، فإحنا محتاجين إن إحنا ننام نوم عميق. يبقى ناخد مغنيسيوم سواء كان من الصيدلية أو نحطه في الأكل بتاعنا. نحطه في الأكل بتاعنا إزاي؟ اللوز، السبانخ، إيه الأفوكادو. اللوز والسبانخ والأفوكادو، الخضروات الورقية فيها مغنيسيوم برضو.